محترمين، راه قلنا لكم بانه اليوم حنا كنا مقررين ما نتكلموش كاع مع الاعلام. علاش؟ ماشي شي قرار مخوذ ابدا، بغينا لان يلا بدا استنطاق المتهمين اليوم وتم استماع المطالبين بالحق المدني على اساس تجرى المواجهه يوم 15. خليونا تجرى المواجهه وديك الساعه نفصلوا الامور كامله. الامور بشكل عام مرات طبقا للقانون وفقا لقواعد الترافع وكان احترام، وقلنا السيد النقيب الممارس ديال الدار البيضاء ولا السيد النقيب يعني طاهر موفق ولا الاستاذ النقيب حسن بروين ولا النقيب عبد الله عدنان ولا الاستاذ مرتضى من هيئه تطوان تيتبعوا معنا كزملاء ديالهم هذه الامور، اللي حنا يعني عندنا مؤسسات اللي بغينا هذا الملف يمر في اجواء اللي تكون فيها الاحترام ديال كافه اطراف الخصومه سواء المشتكيه او المتنازل اليه او ليلى السرغاني او الاخت ديالها، يعني هذا شيء عادي. سمعتيو، لكم واسع النظر. المشكل اللي تطرح اليوم هو المشكل ديال الصحفي دون ذكر اسمه. انا من خلالكم لكافه وسائل الاعلام المرئيه والمكتوبه وللنقابه الوطنيه للصحافه، واش من الاخلاقيات اللي تعلمتيه والقانون ان الصحفي كيبوح بمصادر المعلومه؟ طرحت هذه المسألة للمحكمة، المحكمة كان لها رأي آخر، وقررت المحكمة غتستمع لهذا الصحفي اللي هو معتقل على ذمة قضية أخرى، واحتراما له ما نذكروش الاسم ديالو، وشوفوا حنا ديك الساعة لما غادي يكون يبدا في الكلام معاه لكل حديث حديث، ولكن هنا كان بقاو تكلموا على المحامي والمحامية، والآن تكلموا على بعضكم البعض، هل هذا السلوك هو مقبول؟ سلوك غير مهني اولا من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه المهنيه. واش هو اللي صرف؟ مع العلم عليكم ان تبحثوا عن ما هو من هو دفاعه في هذه القضيه. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.